إذن أعزائي المشاهدين، لليوم التاسع على التوالي تستمر المظاهرات هنا في وسط العاصمة التركية أنقرة. هنا في هذا المكان من ساحة قيزيلاي في وسط العاصمة التركية أنقرة تتواصل المظاهرات الداعمة للشرعية والرافضة لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها بعض من عناصر الجيش والشرطة. إذن نشهد هنا في هذه الساحة أعداد ضخمة جدا من المتظاهرين يأتون إلى هنا في كل يوم، يحتشدون في هذا المكان ويبقون حتى الصباح، حتى الخامسة صباحا، من أجل التظاهر ودعم الشرعية، دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. هناك أيضا كان منذ قليل كما شاهدتم معنا على الجزيرة مباشر الحزب المعارض الذي قام اليوم أيضا بمظاهرات ضخمة أيضا تأييدا للشرعية ورفضا لمحاولة الانقلاب الفاشلة. أيضا كان هناك تصريح لرئيس الأركان التركية حيث قال سنواصل جيشا وشرطة مهامنا الملقاة على عاتقنا لتنظيف البلاد. أيضا هناك أيضا مثل ما ذكرنا حزب الشعب الجمهوري الذي دعا أنصاره لميدان تقسيم في وسط مدينة اسطنبول، هم محتشدين في وسط مدينة اسطنبول. أيضا هناك خبر القضاء يأمر بحبس كل من قادة الأكاديميات الحربية البرية والأكاديمية الحربية الجوية ورئيس أركان قيادة الأكاديميات الحربية. كل هذا يأتي أعزائي المشاهدين في إطار التحقيقات المستمرة في تركيا إثر هذا الانقلاب. إذن تتواصل المظاهرات في مدن تركيا عدة، منها إسطنبول أبرزها إسطنبول وأنقرة. أيضا أعزائي المشاهدين، اليوم سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس هيئة الأركان مساء هذا اليوم. طبعا هناك عدة تصريحات كانت لرئيس الحزب الجمهوري عندما الآن في خطابه أمام جمهوري في إسطنبول. قال رئيس الحزب الجمهوري كمال بأن السبيل الوحيد لتقدم تركيا هو الديمقراطية ولا نقبل بالانقلابات العسكرية. وقال أيضا يجب أن يتم محاسبة كل من تورط وشارك في هذا الانقلاب. إذن أعزائي المشاهدين، تشاهدون هذه الصور الآن من العاصمة التركية أنقرة. هنا كما ذكرنا يجتمع في كل يوم الآلاف من هؤلاء المتظاهرين لدعم الشرعية ورفضا لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي حصلت في 15 تموز. بالإضافة أعزائي المشاهدين أن هناك عدة ميادين أخرى منها القصر الرئاسي أيضا في هنا في العاصمة التركية أنقرة، أيضا يشهد حشود ضخمة ومظاهرات ضخمة أيضا تمتد حتى الصباح. إذا هؤلاء الآن الشعب التركي يلبي ما طلبته منه الحكومة التركية وهو البقاء في الميادين والشوارع. طلب منهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بألا يغادروا الميادين والشوارع وأن يبقوا حتى إشعار آخر. طبعا تم رفع وإقرار قانون الطوارئ هنا في تركيا لمدة 3 أشهر بعد أن وافق عليه البرلمان. إذن الوضع طبيعي جدا، ومنذ إعلان حالة الطوارئ وحتى الآن في العاصمة التركية أنقرة وأيضا في مدينة إسطنبول لم نشهد أي تحركات غريبة، أي كثافة لرجال الأمن، فقط باستثناء الساحات التي يتواجد فيها عدد كبير من المتظاهرين يتم تفتيش الداخل إلى هذه الساحات في بداية مساء كل يوم. عند دخول المتظاهرين إلى هذه الساحات يقوم رجال الأمن بتفتيشهم، طبعا تفتيش بسيط فقط كي يقوم رجال الأمن بتأمين هذه الساحات. بالإضافة أنه إلى الآن تستمر الخدمة المجانية، خدمة
التنقل المجانية عبر المترو والميكروباص وكل هذه التنقلات الخاصة بالدولة تكون مجانية. بالأمس ذهبنا إلى قصر الرئاسة مساء وأتينا في المترو، هو مجاني على مدة 24 ساعة. أيضا هذا الكلام يطبق في مدينة إسطنبول وأيضا أنقرة. إذن أعزائي المشاهدين، تشاهدون معنا هذه الصور من العاصمة التركية أنقرة. Haydi Ankara bayrakları kaldıralım bakalım, bir Türkiye yapacağız hep birlikte. Haydi Ankara. Evet, hep birlikte kaldırın bayrakları. Haydi Ankara.